رمضان كريم، كيف حالكم يا غليل؟ أنا المربي عطرة حسين من مجد الكروم، جاي اليوم عشان أساعدكم وأعطيكم أفكار لتسووا فوانيس لشهر رمضان المبارك. اليوم إحنا معانا أشياء كثير موجودة بالبيت، أشياء اللي إحنا بنستعملها بالبيت. معاي كرتون بعدة ألوان، كل واحد فيكم بيقدر يختار اللون اللي بده إياه. بدنا نستعمل مقص، بدنا نستعمل مسطرة، بدنا نستعمل أقلام، وبدنا مادة الدبق. بكرة تمس كل ورقة زيي، نطويها بالنص بهذا الشكل ونشد طوها، طوتوها رائعين ممتاز. جيبوا المسطرة، بالمسطرة بدنا نحط نرسم خطوط مستقيمة عشان نساوي خط منكسر. خط مستقيم، نساوي زاوية نصل للطرف الآخر، وعند الطرف بنرسم كمان خط مستقيم، نرسم كمان خط مستقيم. شايفين يا حلوين طلع لنا هذا الخط؟ خط منكسر. بدنا نستعمل المقص عشان احنا نقص. نبدأ بالمقص نقص الخطوط اللي احنا رسمناهن، نقص الخطوط المستقيمة. قصينا، بعد ما خلصنا قص طلع عنا هذا الشكل، شايفينه كان مطوي، اسا فتحناه طلع عنا هذا الشكل. بالبيت قصوا من هذا الشكل عدة أشكال. أنا كنت مجهزتهن بالبيت إياهن، شايفينهن عدة أشكال، واخترت اللون الأزرق واخترت اللون الزهري. شاطرين رائعين، انتو حرين أي لون بكو تستعمله. نيجي نحط دبق، شايفين بدي أدبق هذا الشكل، وأجيب الشكل الثاني أحطه حده، لزقهن منيح طلع. بيجي بعود بحط دبق، رائعين ممتاز. كيف بتحطوا دبق وبتساووا، بتجيبوا كمان شكل ولزقوهن حد بعض عشان تحصلوا على هذا الفانوس. شايفينه أنا مجهزت لكم إياه بالبيت. بالبيت جهزته وزينته وحطيت له تعليقة، بس بدي أدلكو كيف تساوي التعليقة. شايفين ضل معنا شقف مقصوصة لما قصينا هذا الشكل. إسا بدي أدلكو كيف تقصو تعليقة. بدنا نقص تعليقة، مش حاجة نجيب كمان بريستولة، ونقص شكل مستطيل متويه، حط شوية دبق ومنلزق ومنحطه هون، ومنكمل تلزيق باقي الأشكال لحتى نحصل على هذا الشكل. هذا الشكل فانوس أنا زينته بالبيت. تقدروا تزينوا بإيش أنتوا بكوا، إذا عندكوا برق تقدروا تحطوا، إذا عندكوا خرز ملون أو أي إشي أنتوا بكوا إياه بالبيت تقدروا تحطوا وتزينوه. ورمضان كريم، هاي فكرة حلوة كتير للفانوس إحنا نسويها بالبيت. كمان بدي أعطيكم كمان فكرة كتير حلوة. هاي المرة بدنا نستعمل شو هاد؟ بريستول، صح؟ شو لونه؟ أسود، رائعين. بدي أدلكو كيف ترسموا فانوس، انتو شاطرين بالبيت وبتقدروا ترسموا فانوس. طلع جيبوا القلم، أنا بدي أرسم فانوس طلع بخطوط. أنا بغدار خطوط منحنية، رسمت فانوس خطوط مستقيمة، بدنها صارت خطوط مستقيمة. بالخطوط أنا بقدر أساوي أي نوع شكل أنا حابب أسويه. بعد ما أخلص باجي بقص الشكل اللي أنا سويته.
بقص الشكل اللي انا رسمته. تقدروا انتو عن طريق الحاسوب تطلعوا اي رسمة فانوس وترسموها وتقصوها على الاطراف. شايفين هذا فانوس، انا لما بفتحه بيطلع عندي شكل فانوس، بس انا بدي افتح له من جوا شبابيك. بعود برجع بطويه وبقص من جوا شبابيك. انا كنت راسم شبابيك، انتو بتقدروا ترسموا شبابيك كيف انتو بكوا، كيف انتو حابين. وبقدر انا اساوي الفتحات اللي انا بدي اياها بالكرتونة عشان يطلع عندي فانوس فيه فتحات. باخذ الطرف الاخر وبرسم، بقص فتحات للفانوس ومن فوق. انتو كيف انتو حابين، انتو اطفال مبدعين، انتو بتقدروا تتفننوا وتساووا كيف انتو بدكم وكيف انتو حابين. بعد ما خلصنا شايفين طلع عنا هذا الشكل، شايفينه. بدي اجيب اسا بريستولة سودا اطويها بالنص واحط عليها الشكل اللي طلع معي شكل الفانوس، وابدأ كيف انا قصيت الشكل هاد بقص حسبه الكرتوني السودا. نبدأ مع بعض، بقص بيطلع عندي الشكل، شايفين قصيت الكرتون السودا حسب الكرتونة اللي اخترتها من فوق، حسب الفانوس اللي من فوق طلع عندي نفس الشكل، شايفين. اسا بدي اعاود اقص الفتحات اللي انا سويتها من جوا يطلع عندي نفس الشكل، شايفين، رائعين ممتاز. انا سويت فتحات كيف انا حابب، كيف انا بدي بالفانوس. هي شايفينه كيف طلع عندي. عندي ورق سلوفان نايلون سلوفان، جبته تقدروا تجيبوه من اي محل او عندكم بالبيت، او ورق الهدايا اللي بتجيبوه عندكم نجيبه نحطه هون وبنحط دبق على اطراف الفانوس اللي احنا قصيناه ومنلزق، بنقصه بهذا الشكل. امشوا معي بالمقاس، رائعين، حلو، ممتاز. بنقصه لحد الاخر، بنقص كل الاطراف، شايفين بيطلع عنا الفتحات اللي احنا فتحناها بقلب الفانوس طلع عنا لون السلوفان. هذا الفانوس كتير حلو، تقدروا انتو تعلقوه على الشباك، بصير الضوء اللي بناخده من الشمس بصير ينعكس على السلوفان ويعطينا ضوء. شايفين كيف طلع عندي. انا بحط له تعليقه، باجي باخذ اي نوع موجود عندي خيط او تعليقه بسوي له تعليقه من ورا عشان اقدر اعلقه واحطه على الشباك. بستعمل الدبق، هيك بهاي الطريقه لما اعلقه على الشباك منشوف انه بيصير يعطينا ضوء وبنقدر نزينه. انا كنت مجهزة عندي بالبيت فوانيس وزينتها، بقدر احط عليها نجوم، شايفين كيف، بقدر احط عليها زي ما قلت لكم برق او زركون او اي اشي موجود عندي بالبيت. طلعوا انا سويت عدة اشكال فوانيس، اطلعت من الحاسوب اشكال لفوانيس، قصيتهن وزينتهن وسوينت زينة
عندي لرمضان. هاي الفوانيس اللي احنا جهزناها بالبيت بنقدر نعلقها على الشباك، وبتشوفوا كيف بتطلع، بتعطينا ضوء كثير حلو. هات ادلكم كمان فعاليه كثير حلوه، شايفينها؟ انا مجهزه غرارها بالبيت، انتو بتقدروا تقصوها. جبت انا كيس كرتون، هذا احنا بنجيبه من اي دكانه، واحنا بنجيب فيه غراض. هسه بتشوفوا لما بنفتحه بيكون فيه غراض. احنا بنجيبه سكروه، ما تكبش، قصه نصف دائره، علقوها هون، وقصه مستطيل، تحطوه هون، بيطلع عندكم قبه للجامع، وبيطلع عندكم المقدنه، وبتقدروا على المقدنه من فوق تحطوا شكل مثلث. انا بدي افرجيكم كيف انا قصيته وجهزته بالبيت. انتو بالبيت طلعوا كيف طلع عنا. انا قصيت نصف الدائره، علقتها، وعلقت هون، علقنا، لزقنا بالدبق شكل مستطيل عليه من فوق مثلث. طلعوا، بس افتحه طلع عندي شكل جامع من ورق كرتون من كيس الكرتون اللي عندنا بالبيت. هذا جامع. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. الى اللقاء.